هذا وما زالت الضبابية سيدة في موقف برلمانيين بخصوص قانون المحروقات، فإلى حد اللحظة يرفض نواب المضي في المصادقة عليه إلا بعد تقييم معمق للمشروع أو تأجيله إلى ما بعد الرئاسية المقبلة. ما لا يستحق هذا الجدل ولا هذه البلبلة. الملف كان في السنوات القادية الماضية كان فيه إشكالية ولم يحل، والآن ربما الخبراء والعلماء تاع المحروقات نظن لا أشك في أنهم يحلون ملف. توقيت تاع هذا القانون ماهوش مليح، ما مفروض انهم يأجلوها. ليش؟ لانه ليس لان القانون هذا فيه عيب، ولا الناس اللي دايراتو فيها عيب، ولا الناس اللي دايراتو ماهيش مختصه، ولا ماهوش خبرات جزائريه. الشيء اللي نحبوا نقولوه انه التوقيت تاعو جا في احنا الجزائر راهي في وقت خطير، راهي في منعرج، راهي تنتظر انتخابات رئاسيه.